عليكم ورحمة الله، نرحب بكم من جديد في حلقة جديدة من عجنها عجان. ضيف الحلقة مميز في جانب السوشيال ميديا وهو أبو دانا. نرحب بأبو دانا ونعرف معلوماته إدادش. طبعا نرحب بك أبو دانا في البرنامج المتواضع حبيبي. كلمة للشباب. أولا الساعة المباركة، حضوري وياكم ما قصرتوا، استضافتكم على عيني وعلى راسي. كل اللي اقدر اقوله طاقه شبابيه مميزه للامانه بدون اي مجامله. اذا كان بيدنا يوم من الايام احنا ندعمكم بدون مره الف مره. تسلم يا الله على ما انتم عليه، ما تقصر. انا شفت حلقاتكم السابقه جدا جدا متميزين ما شاء الله عليكم، واتمنى لكم الافضل ان شاء الله. طبعا هذه الحلقه ان شاء الله نشوفها في العلالي وياك ودانا باذن الله ان شاء الله. وش تتوقع الطبخه؟ والله انا كنت اتمنى عيوش معيوش. قالوا لي ان انتم تطبخون وايد ارناق واشكال، خياراتكم وايد جندليغه. نقول لك ساقو. ساقو هذه مفروض اتي بيده في اللقاء. لا حلوه بعد، يعني طبعا نضل على التراث وما ننسى اليد. انزين، عندك مقادير؟ شيلو سيده بتدش في ال اتصل حق الوالده. ما فيها بسم الله. ما فيها. ما ادري. لا تمام، ما ادري. اخي 3-5 اصبر عاد والله. طبعا بدانا المفروض ان نحسب لك وقت على اخذت الرقم بعد. المدلل برز روحكم. مدلل بعد ما تعرف المدلل بدانا؟ لا ضروري اسوي لك مدلل اجيبه لك البيت. صح كفو. برز روحك، المدلل من احلى الطبخات الجديده. الو يلا بسم. ها بسالك انا لقاء وبطبخ حق الساقو، فعاد بيش تعلميني المقادير مالي لها، وعندي في اللقاء 30 ثانية تعلميني فيهم. حلو، انقع حبوب الساقو في الماء الحلو واخليه على صوب. حلو اوكي، فين يلين شكر. ها ها، نقع الساقو في ماي حلو. ماي حلو، وبعدين نضيف الماي. كم حجم الماي؟ اكثر من الماي واخرب الطبخه كامل. هذه مصيبه. هذه هني حبكت عجنها عجان. هني شلون تعجنها في القدر؟ انا بحط عاد ان شاء الله انها بتضبط. ما عليك. نقعت الساقي يبا لها وقت، احنا نقعنا لك في ماي حلو. بس احنا مجهزين لك كل شيء. ما عندكم فنيال؟ نعطيك فنيال. مقدم بيتنا ترى كله فنايل. يعني المفروض هو الفنجان مال الاول، بس استغربت انا. ها تعتبر نص فنجان؟ ايه. يلا حلو. الا انت مو عارفينها الكمية الساق ولا بعدين نحطها؟ ايه. اذا الحين احنا واحنا نشتغل البطاقة التعريفية، لان انا وعدت المشاهدين ما اعرف ابوك. نعم. اول سؤال الاسم، يعني مشهور بودانا في كل مكان. الاسم ما حد يعرفه. شوف للامانة لقب بودانا او كنية بودانا، الكنية شيء طيب للامانة. حلو. كلنا نتشرف انه يكون عندنا كنية. يعرف من شخصية البني آدم. أنا اسمي عبد الله. عبد الله والنعم. ما حد عنده خبر لين عم حولك، الكل يقول لي عتيج أو بودونة. عتيج بعد في اسم ثاني. أنا عبد الله عتيج. أوكي. بس الكنية كانت من صغر وما شاء الله مشت. إحنا عندنا في قرية الزلاق الكنية أو اللقب أو بعيد عنكم حتى العيار. إيه. يمشي قدام مع الوقت، السنين يتوارثون عليه. حلو حلو. صعب إن يفقدونه. طبعاً. فمشى بودونة لدرجة إن حالياً حتى الأهل يقولون لي بودونة. ما ينادونك عبود عبد الله حتى، ما يعني الطفولة ما وصلت لمرحلة عبود. كله بودونة يعني. إنزين طبعاً من كلامك عرفنا إن أنت من الزلاق. نعم. موالي. مواليد 1993. ما شاء الله بودانا يبين عليك أكبر. هذه اللي ما حد متوقع ولا حد حط عليه هذه العمر. أي حدا كان ما شاء الله عمرك في الثلاثينات كلامه. إنزين بودانا بعد معلومة. الله يسلمك، أنا بلشت في السوشيال ميديا. ما كنت ناوي في يوم من الأيام إن أنا أكون شخص في السوشيال ميديا، ولكن ما حد يطمح إنه يترك النجاح. صحيح. استحالة. صحيح. كلنا نبي نكون ناجحين، نبي يوم من الأيام يكون لك كاريزما، لك اسم. توفقت بكذا مقطع كان بس بين الشباب. والله الحمد لقيت فيو وايد 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 قوي. ما كنت انا متخيل ان هذه العدد بيشوفني. فبعدين قلت انا لابد ان انا اقدم حق هذه العدد شيء مرضي. طبعا بدانا مو انا قاعد اسولف وياك وتقول اختربت الطبخه من سوالفي. عيني هني. اوكي. انزين بدانا، اول فيديو انتشرته؟ كنت طالع من البيت. رايح صيدليه. حلو. اخذت دواء مال كحه بلا عينك.
خبر بنادم اذا صيد الكحة واجد يبي اي شيء بس يمشي حاله فيه. خذت يمكن نص الغرشة ان شاء الله. والله حطيت راسي قيلت وكان مال صيدلية يقول لي هذي يسوي نوم واحد ساعة اثنين ساعة. حلو. انا رقيت خبر راجع من الدوام كانت الساعة ثنتين. قعدت ثاني يوم حق الدوام. ما شاء الله. اي والله العظيم. ما شاء الله. كملت ال 18 ساعة المفروض. كان عندي تغطيات يومها قمت اتحلطهم وانا اصور. باع طويل انتشار مذهل ما كنت اتوقع. دوم وين؟ ندرب رياضة الله يسلمك. ما شاء الله. شوي الوزن لك علي. ما عليك لا لا لا. كان افضل. صح؟ كمية الدهن اللي قالوا لي عنها ما تغارب قطعة الزبدة. يعني احنا هلون زينين. ولا الموضوع في الكمية في حط الدة بعدين. انا اشوفك مصر على الكمية هني. فلا تجيب فيني العيد الله يسلمك. لا 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 الا يعجبك. انت حليه وبعد انت حليه. الله يعزك يا فدانة. انا بكوني حديث على الوسط الفني. صحيح. انا مالي باع قديم في الوسط الفني، انا في السوشيال ميديا. الدعم اللي لقيته من بعض الفنانين اوجه لهم الف تحيه، الفنان فاطمه عبد الرحيم، الفنان حسن محمد، ما شاء الله يعني الفنان بسام علي، المخرج طبعا الكبير فهد زينه، والمساعدين الجنود المخفيين. ما شاء الله توجيهاتهم في الوسط الفني كني انا معاهم من عمر. ايه لدرجة ان ياخذون منك بعض المعلومات اللي تفيدهم. بودانا وش رايك في اللهجة البحرانية؟ هذه قبل فترة بسيطة انا تكلمت عنها، اعلان كان عندي انا يمكن قريب شوي من جعفر الساري. حلو. خلنا نوجه له الف تحية. خلص الله كم من رجالش مشي عدل بحثينا اقوى صنع بعض الفنانين عندنا في المسرح حاليا وربعي برا على الوسط الفني كله اللهجة هذه يتحكون فيها وياي في كل مكان. حلو. فحبيت ان اقلدها. انا خفت ان انا الاقي ردة فعل ان شلون يقلد. انت قاعد تقلل منها تطنى زين. بس لله الحمد لقيت اقبال طيب ان انت منا وفينا وناخذها بغشمره وضحك ان انت اتقنت اللهجه ويانا. سمعنا شيء ما اعرف ايش اقول لك. ايه ان شاء الله. انا اول ما جيت اليكم ما توقعت بتسوون فيني كذي. حلو. انتون حركتون حمصتي. كيف اطبخ لهم حتى وين. زين بودانا الحين بتكلم عن الموضوع اللي شدني عدل لبودانا. وش موضوع حر كنبي؟ سلام كلا. كندا والدول هذه المشابهة لها إيه؟ الشمس ما تي عمودية عندهم مثل ما تكون عندنا. اي اجبلت عليهم الحرارة 37-36 فحالات الوفيات عندهم هناك مصيبة. كانت عندنا 46 والربع يشربون كرك. انت متخيل كرك زين الشاي والامور هذه الدافية زين. يا ابوك هذي حرق يوفك من داخل. والله يخرب كليتك. البحريني وايد قوي ترى. والله العظيم جبار. حتى ذمتك تتحمل هذي الجو في الظهر. هو اذا يداوم الظهر وحطوه الظهر قال لك والله احسن من في الليل. شنو البشرة جاي ماشي حار ضيم. خليه يفتح لونه شوي. شوف عقب شوي خذ لك رشفة. عاد راشفه هو هاللون هذه بتودوني لا لا اقصد على طول السبيطار. خذه وخله يبرد شوي وشيكه. زين طبخات العيش اللي سويتها بدانا. المكبوس في البر احنا شغالين فيه. حلو. المكبوس انه ما بيعطلك. وعقب من المكبوسه صار نثري وانا ما احب النثري للامانه نهائيا. ذبحني على الهميج المرعص. يا واوي لا واوي لا. زين الحين بودانا انت شرحت لي المكبوس، خلني اشرح لك المدلل. اي هذه اللي انا ما نهائيا ما سمعت منها. المدلل شنو؟ المدلل طبعا من اول حلقه في هذا البرنامج انا اشرح المدلل، المنتج ما يحطها والمشاهدون المشاهدين يسالون عن المدلل. المدلل يجي اول شيء طبقة عيش ابيض نصف واحد. عيش ابيض فوق حمصة دجاج. وايد وايد مقادير الله يسلمك. زين ما عليه بعدين بنطرشها لك على الخاص. فتحطها في الفرن تتحمر وتضوق يا ابو دانا.
ماصف ماصف يعني مو بحولي وايد. حط سكر سكر اغرب كلمه بحرانيه ابو داني. خب صفريه زتات زتات تقولون اي اي زين. ابغى اقول لك كلمه ما ان شاء الله ما تستغرب منها. تعرف يعني ايش مقحم؟ مقحم يعني الباب بس شوي مبطل وشوي مسكوك في قحمه وياك. احنا نقول انت هذا بال هذا انا ما اعرفه. هذا انت الحين تعلمت كلمه شنو اقحم الباب. احنا يعني صك الباب. اي لا هي احنا عندنا مقحم كلمه غير. صح. مثلا اكلت شكليت منتهي نوع اللي طعمه شوي مغبر مقحم تقولون؟ نسميه هذه الشكليته مقحمه للانثى طبعا. حمصتي ايش وصلوا فيها؟ حمصتي حركت حمصتي. احنا نقول بطيت كبدي. بطيت نقول بطيت كبدي بس احنا ها فيها لكنه غير. بطيت كبدي كبدي انتوا كبدي. طبعا انا عندي عرقله عندي عرق من المحرق انا يعني. يوم انا جاهل كنت اتكلم محرقي بس كبرت انقلب للسان. نبي صحن خلاص جاهز بودانه ها. لا ما انت سهل بودانه. لا بس عاد بعد لا يغبك الشكل. لا لا يغرني يغرني ليش ما يغرني. انا صراحه بودانه استغربت من اللون. اي لون؟ مال الساق وايد وايد غامجهم. اي مالي شغل انا انا باقيم على الطعم يعني. طعم تعبان صح؟ تعبان طعم الظهر. اي لا انت توك تقول ممتاز بدانه. ما قلت لك ممتاز قلت لك زوين يمشي الحال حق عزيمه بار. حق عزيمه بار. شكلك بدانه من عشاق البار ها؟ تب من الله يجي الشتاء. اي والله. خب عادي يعني تروح نهايه الشتاء هناك رطوبه بس يلا. اي تمشي الحال بس ما ادري اشتغل خيمه لانه وايد باود. وش تتوقع؟ قبل لا اتذوق. اتوقع طعمها؟ طعم حريجه. ضوق طعم 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 سكه شارع طعم اذا طاق مطر على الرمل. لا 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 ان شاء الله خير بس. اي ما جندليغ طعم صح؟ اي فعلي جندليغ لا جندليغ يعني ما يتعدل. لا يعني شيء خلاص طبعان ما منه فايده فيها حرق شوي. حقوله قلت لي عنها حلوه. لا ما هي حلوه. انت سؤال من متى ما اكلت ساقو؟ من رمضان مو باللي طاف اللي قبله. اوه يمكن نسيت طعم الساقو. اوكي شوف انا باقول لك وش مشكلتها. وش تتوقع؟ ان اللي قلتها حرام بطينا في الحارقه شوي. اي في السكر في الشكر حرقناه اكثر. ابو دانا وش قصتك يا الدايت؟ انا سلامك الله يا ابو الدايت. ها التغطيات اللي تشوفني اوافي كذا في السناب محل عطورات الكترونيات تليفونات. اقول دايت دايت اليوم دايت. حلو. 85,000 محل اكل نعمه الله. عتيش تعال تصور. قول لا اله الا الله يا ابوك. تونا مبدي بس خلنا نكمل اسبوع. لا ما يعطونك شانس. تعال لغلاقه لو ما تعبر من قوم الاكل. انت قول لي من تعبر قوم الاكل؟ تجبل على المطعم يحط لك صحن الديايه واقفه هاللون طالعك. ما تعبر. لا ما اقدر. اي والله ما اقدر. كم تتوقع؟ 4. لا 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 7. ممتاز يعني ناجح. 7 فوق الخمسة. ليش؟ نقصتك درجة ونص على الحراق ودرجة ونص انه يوم تحط الساقو مو انت قلت مقداره مالك بالنسبة للسكر فصار انه هي شوي فيها مصوخة. طبعا نشكر ابو دانة. انتم لكم شكر. والله ما قصرت. والله العظيم شرف كبير لي الحضور وياكم واللي قاعد تقدمونه وتسوونه شيء وايد مفرح. تسلم. هذه الطاقة الشبابية اللي قاعد تستغل اي موهبة عندها لو 1%. حلو. تحطها في المكان الصحيح. حلو. وكفو عليكم استمرة. طبعا بدانا نجي للتحدي. نباك تتحدى شخصي. 3 أشخاص ما يضر. ما يضر 3 أشخاص. فاطمة عبد الرحيم وحسن محمد وبسام علي. بس. ننتظرهم. تجيبون لهم طبخة ما مرت عليهم. المدلة. عندك يوم. عندك يوم. نشوفكم في الحلقة الجاية ولايك وشير وسبسكرايب. لعيون بودانا. بودانا ان شاء الله عاد ترفع لنا الحلقه فوق على 4. ما تخلون بعد ها ما يصير. ايه عليك بها. يلا لخ لايكم لخ. نشوفكم في الحلقه الجايه. حبيبي. تسلم بودانا يعطيكم الف عافيه. وداعيه تشرفنا. كذي كذي تشرفنا وليكم الصحه والعافيه. تابعوا العمل المميز اللي قاعد يقدمونه عيال البحرين بهالمطبخ الطيب ولكم كل التوفيق. تسلم بودانا. يلا مع السلامه.
حياك ابو دانا. تسلم لي يا ابو دانا والله ما قصرت بس صدق. تلفونك احنا وين راح؟ لا دي مال سموها المايك لا عقب ما اشيل ده من عليه.